تشاد، بص على البنت دي، سيبيني في حالي. تشاد، بص، في بنت جميلة هناك. أنا مش مهتم. كريستي، أنا مبسوطة جداً إنك جيتي. أعرفك على أخويا تشاد. واو، جميلة جداً. تقبلي تتجوزيني؟ هاي تشاد، اصحى، ده محرج. يلا يا كريستي، أنا هفرجك على المكان. أوه، منامور. أوه، دب رائع، أنا هشتريه، شكراً. طيب، يبقى ده اللي بيعجبها. أنت ناعم قوي، أنت كمان ناعمة. استني، إيه اللي أنا بعمله غلط؟ أنا هاخد ده، لكن الشنطة مهملات. أيوة، أنا هنظم سرقة. أستاذ، ممكن تعمل نفسك حرامي؟ مثل إنك هتسرق شنطة صديقتي، وأنا بعد كده هوقفك وأرجعها وأكون السوبر هيرو الخاص بتاعها، وبعد كده هي هتحبني على طول. أكيد، الفلوس الأول. محتاج ماسك؟ لا، عندي الماسك بتاعي. مبسوط إن أنا اتعاملت معاك. شنطتي، هاي، رجعها. إيه؟ دي كانت سرقة حقيقية. أنا شايف إيلون ماسك على المريخ. بتعمل إيه؟ ببص على النجوم. عايزة تشوفي؟ واو، هو ده القمر؟ أوبس، أسفة يا تشاد. تشاد، أنا بحبك قد الكون. أوه لا، كريستي لقى الصديق. أنا لازم أوقفه. أقعد، أنا البوليس. تليفوني، عايز إيه؟ أنا ضابط بوليس ولازم تقوم من على البنش ده. فعلاً؟ وأنا كمان. ممكن أشوف الآي دي بتاعك؟ أوبس، دي كانت غلطة. هاي، الشاور فاضي. أوه يا ربي، إيه ده؟ كارت غريب قوي. أوه، بصي على الكلب اللطيف ده، أتمنى يكون عندي واحد. كريستي، ده ليكي. أوه، كلب أحلامي. كريستي، بصي، مش ده الكلب بتاعك اللي بيدوروا عليه؟ وأهي صاحبته. أوه، نيوتن، أنا مبسوطة جداً، البيبي بتاعي. طيب، والجايزة؟ شكراً يا بنات. مفاجأة، كل سنة وانت طيبة يا ستيسي. هاي، اتمني أمنية. تشاد، ممكن تاخد لنا صورة مع بعض؟ إيه؟ أوه، أيوة، طفي الشمع يا صاحبتي، وريني الصور. أنت أخدت صور لكريستي بس؟ هي جميلة جداً، بجد؟ كريستي، عندي ليكي هدية. أوه، عايزة آيفون 12؟ فهمت. خليه قوي يا تشاد، لازم تعملها، ده الوقت. دي هتكون أفضل هدية لكريستي.
إيه؟ آيفون 13 نزل خلاص؟ ده مش عادل. إيه؟ مين اللي كسر الحصالة؟ تشاد! خلاص كده، ده انتقامي للحصالة بتاعتي. قد إيه؟ 2 سنت بس؟ فاشل مفلس. فطار صحي الحبي. صباح الخير يا كريستي، أنا بحب الأغنية دي. إيه؟ تشاد، أنت بوظت الفطار بتاعي. إيه؟ لكن إزاي؟ مش ممكن أثق في الحبوب. أستاذي، أنت كسر جدا، لكن أعتقد إني هلاك. إيه؟ طيب، كريستي، أنا كريستي، أنت نايمة؟ طيب، أعتقد إن أنا هسيب ده هنا. بقالي قد إيه نايمة؟ كريستي، بصي، عندك تن قلب، الشمس حبتك، يلا نروح في الظل. واو، مؤشرات، ده نوع من أنواع البحث عن كنز؟ بيوصلوا لفين؟ يلا نشوف. حبيبتي، إيه؟ أنا كنت بتمنى أشوف كريستي. إهدى يا أخويا، ما كانش هيعجبها الورد ده على أي حال. أعتقد إن كريستي بتحب الرجالة الجادة. تشاد، إيه المشكلة؟ ستيسي، أنا عندي حساسية من كولونية بابا، ما تخليش كريستي تشوفني. طيب، أنا هفكر في حاجة. إيه المشكلة؟ أوتش، فين النظارة بتاعتي؟ أخويا، خطوتك. مش شايفة أي حاجة. أوه، عضلات لطيفة، أنت مين؟ أهي شهادة كمال الأجسام بتاعتي وكأس المصارعة بتاعي. أوه تشاد، ممكن ترسمني؟ اتفضلي عادي. اثبتي وما تتحركيش. يلا يا كريستي، حاولي ما تتحركيش. في حل واحد بس. فهمت، هحاول ما اتحركش. تشاد، انت بتخطف الناس ولا ايه؟ لا، برسمهم. مفيش مشكلة يا ستيسي، فعلا شبهها. بتلعب ايه؟ ممكن اجرب؟ اكيد، اضغطي هنا. ما كنتش اعرف انك انت كمان بتحبي الالعاب. كريستي، لازم تمشي. صح، شكرا على كل حاجة يا تشاد. اوه حبي، باي يا شباب، استمتعت جدا معاكم. مش هبطل احبك ابدا يا كريستي. اوه بصوا على البنت دي، هايل، هنبتدي تاني. تسريحة على الموضة. الشيرت ده هيروح في الغسالة وهكون ريحتي زي الكبار. أنا هختبر شرايط الشمع ومحدش واخد باله. إيه اللي مخيف فيهم؟ عجبكم قصة الحب بتاعتنا؟ قولولنا في التعليقات لو معجبين بحد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.
تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي فيديو جديد مضحك من تروم تروم.